قصة أبناء الوزير العجيبة من قصص ألف ليلة وليلة. الليلة الرابعة. بلغني أيها الملك العزيز ذو الرأي الرشيد أنه فيما مضى من الزمان وغبر من السنين، كان في مصر سلطان عدل وإحسان، له وزير خبير، له علم بالأمور والتدبير، وكان شيخا كبيرا، وله ولدان، اسم الكبير شمس الدين، واسم الصغير نور الدين، وكان الصغير أميز من الكبير في الحسن والجمال، وليس في زمانه أحسن منه، حتى إنه شاع ذكره في البلاد، فكان بعض أهلها يسافر من بلاده إلى بلده لأجل رؤية جماله، فاتفق أن والدهما مات، فحزن عليه السلطان وأقبل على الولدين وقربهما وخلع عليهما وقال لهما: أنتما من الآن وصاعدا في مرتبة أبيكم. ففرح وقبل الأرض بين يديه، وعمل العزاء لأبيهما شهرا كاملا، ودخل في الوزارة وكل منهما يتولاها جمعة، وإذا أراد السلطان السفر يسافر مع واحد منهما. فاتفق في ليلة من الليالي أن السلطان كان عازما على السفر في الصباح، وكانت النوبة للكبير، فبينما الأخوان يتحدثان في تلك الليلة إذ قال الكبير: يا أخي، قصدي أن أتزوج أنا وأنت في ليلة واحدة. فقال الصغير: افعل يا أخي ما تريد، فإني موافقك على ما تقول. واتفق على ذلك. ثم إن الكبير قال لأخيه: إن قدر الله وخطبنا بنتين ودخلنا بهما في ليلة واحدة ووضعتا في يوم واحد وأراد الله، وجاءت زوجتك بغلام وجاءت زوجتي ببنت، نزوجهما لبعضهما لأنهما أولاد عم. فقال نور الدين: يا أخي، كم تأخذ من ولدي في مهر بنتك؟ فقال: أخذ من ولدك 3000 دينار وثلاثة بساتين وثلاثة ضياع. فإن عقد الشاب عقده بغير هذا لا يصح. فلما سمع نور الدين هذا الكلام قال: ما هذا المهر الذي شرطته على ولدي؟ أما تعلم أننا أخوان، ونحن الاثنان وزيران في مقام واحد؟ وكان الواجب عليك أن تقدم ابنتك هدية من غير مهر، فإنك تعلم أن الذكر أفضل من الأنثى، وولدي ذكر. فقال: وما لها؟ ولكن أنت تريد أن تفعل معي على رأي الذي قال: إن أردت أن ترده اجعل الثمن غاليا. وقيل إن بعض الناس قدم على بعض أصحابه فقصده في حاجة فغلى عليه الثمن. فقال له شمس الدين: أراك قد قصرت، لأنك تعمل ابنك أفضل من بنتي، ولا شك أنك ناقص عقل وليس لك أخلاق، حيث تذكر شركة الوزارة، وأنا ما أدخلتك معي في الوزارة إلا شفقة عليك ولأجل أن تساعدني وتكون لي معينا، ولكن قل ما شئت. وحيث صدر منك هذا القول، والله لا أزوج بنتي لولدك ولو وزنت ثقلها ذهبا. فلما سمع نور الدين كلام أخيه اغتاظ وقال: وأنا لا أزوج ابن ابنتك. فقال شمس الدين: أنا لا أرضاه لها بعلا، ولولا أني أريد السفر لكنت عملت معك العبر، ولكن لما أرجع من السفر يفعل الله ما يريد. فلما سمع نور الدين من أخيه هذا الكلام امتلأ غيظا، وبات كل واحد في ناحية. فلما أصبح الصباح برز السلطان للسفر، وغدا إلى الجزيرة وقصد الأهرام، وصحبته الوزير شمس الدين، وأما أخوه نور الدين فبات تلك الليلة في أشد ما يكون من الغيظ. فلما أصبح الصباح عمد إلى خزانته وأخذ منها خرجا صغيرا وملأه ذهبا، وتذكر قول أخيه واحتقاره إياه وافتخاره عليه.
ثم إنه أمر بعض غلمانه أن يشد له بغلة سريعة المشي، فشدها ووضع عليها سرجا مذهبا بركبات هندية فصارت كأنها عروس مجلية، وأمر أن يجعل عليها بساط حرير وسجادة وأن يوضع الخرج من تحت السجادة. ثم قال للغلام والعبيد: قصدي أن أتفرج خارج المدينة وأروح نواحي القليوبية وأبيت 3 ليالي. ثم أسرع وركب البغلة وأخذ معه شيئا قليلا من الزاد وخرج من مصر واستقبل البر. فما جاء عليه الظهر حتى دخل مدينة بلبس، فنزل عن بغلته واستراح وأراح البغلة وأكل شيئا، وأخذ من بلبس ما يحتاج إليه وما يتعلق به على بغلته، ثم استقبل البر. فما جاء عليه الظهر بعد يومين حتى دخل مدينة القدس، فنزل واستراح وأخذ شيئا أكله، ثم حط الخرج تحت رأسه وفرش البساط ونام والغيض غالب عليه. ثم إنه بات في ذلك المكان، فلما أصبح الصباح ركب وصار يسوق البغل إلى أن وصل إلى مدينة حلب، فنزل في بعض الحانات وأقام 3 أيام حتى استراح. ثم إنه عزم على السفر وركب بغلته وخرج مسافرا ولا يدري أين يذهب، ولم يزل سائرا إلى أن وصل مدينة البصرة ليلا، ولم يشعر بذلك حتى نزل في الخان وأنزل الخرج عن البغلة وفرس السجادة وأودع البغلة بعدتها عند البواب وأمره أن يسيرها، فأخذها وسيرها. فاتفق أن وزير البصرة كان جالسا في شباك قصره، فنظر البغلة ونظر ما عليها من العدة الثمينة، فظنها بغلة وزير من الوزراء أو ملك من الملوك، فتأمل في ذلك وحار عقله، وقال لبعض غلمانه: ائتني بهذا البواب. فذهب الغلام إلى البواب وأتى به إلى الوزير، فتقدم البواب وقبل الأرض بين يديه، وكان الوزير شيخا كبيرا، فقال للبواب: من صاحب هذه البغلة وما صفاته؟ فقال البواب: يا سيدي، إن صاحب هذه البغلة شاب صغير ظريف الشمائل من أولاد التجار. فلما سمع الوزير كلام البواب قام وركب وصار إلى الخان ودخل على الشاب، فلما رأى نور الدين الوزير قادما عليه قام ولاقاه واحتضنه، ونزل الوزير من فوق جواده وسلم عليه فرحب به وأجلسه عنده، وقال له: يا ولدي، من أين أقبلت وماذا تريد؟ فقال نور الدين: يا مولاي، إني قدمت من مدينة مصر، وكان أبي وزيرا فيها، وقد انتقل إلى رحمة الله. وأخبره بما جرى من المبتدأ إلى المنتهى، ثم قال: وقد عزمت في نفسي على أن لا أعود حتى أنظر جميع المدن والبلدان. فلما سمع الوزير كلامه قال: يا ولدي، لا تطاوع النفس فترميك في الهلاك، فإن البلدان خراب، وأنا أخاف عليك من عواقب الزمان. ثم إنه أمر بوضع الخرج على البغلة والبساط والسجادة، وأخذ نور الدين معه إلى بيته وأنزله في مكان ظريف، وأكرمه أحسن إليه وأحبه حبا شديدا، وقال له: يا ولدي، أنا بقيت رجلا كبيرا ولم يكن لي ولد ذكر، وقد رزقني الله بنتا تقاربك في الحسن، ومنعت عنها خطابا كثيرين، وقد وقع حبك في قلبي، فهل لك أن تأخذ ابنتي جارية لخدمتك وتكون لها بعلا؟ فإن كنت تقبل ذلك أطلع إلى السلطان وأقول لك إنك ولد أخي وأوصلك إليه حتى أجعلك وزيرا مكاني وألزم أنا بيتي. فلما سمع نور الدين كلام وزير البصرة قال: سمعا وطاعة. ففرح الوزير بذلك، ثم أمر غلمانه أن يصنعوا له طعاما وأن يزينوا قاعة الجلوس الكبيرة معدة لحضور أكابر الأمراء، ثم جمع أصحابه ودعا أكابر الدولة وتجار البصرة فحضروا بين يديه، وقال لهم: كان لي أخ وزير بالديار المصرية ورزقه الله بولدين،
وأنا كما تعلمون رزقني الله بنتا، وكان أخي أوصاني أن أزوج ابنتي لأحد أولاده، فأجبته إلى ذلك، فأرسل إلي أحد أولاده وهو هذا الشاب الحاضر، فلما جاءني أحببت أن أكتب كتابه على ابنتي ويدخل بها عندي، فقالوا نعم ما فعلت. ثم شربوا ورشوا الماء الورد وانصرفوا. وأما الوزير فإنه أمر غلمانه أن يأخذوا نور الدين ويدخلوا به الحمام، وأعطاه الوزير بدلة من خاص ملبوسه، وأرسل إليه القوط والطاسات ومجامر البخور وما يحتاج إليه. فلما خرج من الحمام لبس البدلة فصار كالبدر ليلة تمامه، ثم ركب بغلته ولم يزل سائرا حتى وصل إلى قصر الوزير، فنزل عن البغلة ودخل على الوزير فقبل يده ورحب به الوزير وقال له قم ادخل هذه الليلة على زوجتك، وفي الغد أطلعك إلى السلطان وأرجو لك من الله كل خير. فقام نور الدين ودخل على زوجته بنت الوزير. هذا ما كان من أمر نور الدين. وأما ما كان من أمر أخيه فإنه غاب مع السلطان مدة في السفر، ثم رجع فلم يجد أخاه فسأل عنه الخدم، فقالوا له من يوم أن سافرت مع السلطان ركب بغلته وقال أنا متوجه جهة القيلوبية، فأغيب يوما أو يومين، فإن صدري ضيق ولا يتبعني منك أحد. ومن خروجه إلى هذا اليوم لم نسمع له خبرا. فتشوش خاطر شمس الدين على فراق أخيه واختم غما شديدا لفقده، وقال في نفسه ما سوء ذلك إلا أنني أغلطت عليه في الحديث ليلة سفر مع السلطان، فلعله تغير خاطره وخرج مسافرا فلا بد أن أرسل خلفه. ثم طلع وأعلم السلطان بذلك، فكتب بطاقات وأرسل بها إلى نوابه في جميع البلاد. وكان نور الدين قطع بلادا بعيدة في مدة غياب أخيه مع السلطان، فذهبت الرسل بالمكاتيب ثم عادوا ولم يقفوا له على خبر. ويأس شمس الدين من أخيه وقال لقد أغضت أخي بكلامي من جهة زواج الأولاد، فليت ذلك لم يكن، وما حصل ذلك إلا من قلة عقلي وعدم تدبيري. ثم بعد مدة يسيرة خطب بنت رجل من تجار مصر وكتب كتابه عليها ودخل بها، واتفق أن ليلة دخول شمس الدين على زوجته كانت ليلة دخول نور الدين على زوجته بنت وزير البصرة، وبإرادة الله تعالى حتى ينفذ حكمه في خلقه، وكان الأمر كما قالا. فاتفق أن الزوجتين حملتا منهما، وقد وضعت زوجة شمس الدين وزير مصر بنتا لا يرى في مصر أحسن منها، ووضعت زوجة نور الدين ولدا ذكرا لا يرى في زمانه أحسن منه، فسموه حسنا. وفي سابع ولادته صنعوا الولائم وعملوا أصمدة تصلح لأولاد الملوك. ثم إن وزير البصرة أخذ معه نور الدين وطلع به إلى السلطان، فلما صار أمامه قبل الأرض بين يديه، وكان نور الدين فصيح اللسان ثابت الجنان صاحب حسن وإحسان. أكرمهما السلطان وقال لوزيره من هذا الشاب؟ فحكى له الوزير قصته، فنظر السلطان إليه فأعجبه واستحسن رأي الوزير بما أشار إليه من تقديمه في رتبة الوزراء، فأنعم عليه بها وأمر له بخلعة عظيمة وزاد له الجوامك والجرايات إلى أن اتسع عليه الحال، وصارت له مراكب تسافر من تحت يده بالمتاجر وغيرها، وعمر أملاكا كثيرة وذواليب وبساتين إلى أن بلغ عمر ولده حسن 4 سنين، فتوفي الوزير الكبير
والد زوجة نور الدين، وأخرجه خرجة عظيمة، ثم اشتغل بعد ذلك بتربية ولده، فلما بلغ أشده أحضر له فقيئا يقرئه في بيته، وأوصاه بتعليمه وحسن تربيته، فأقرأه وعلمه فوائد العلم بعد أن حفظ القرآن بضع سنوات، وما زال حسن يزداد جمالا وحسنا واعتدالا. وقد رباه الفقيه في قصر أبيه، ومن حين نشأته لم يخرج من قصر الوزارة إلا أن أخذه والده نور الدين يوما من الأيام وألبسه بدلة من أفخر ملبوسه، ركبه بغلة من خيار بغاله، وطلع به إلى السلطان ودخل عليه، فنظر الملك إلى حسن بدر الدين ابن الوزير نور الدين فانبهر من حسنه، وقال لأبيه: لابد أن تحضره معك في كل يوم. فقال: سمعا وطاعة. ثم عاد الوزير بولده إلى منزله، وما زال يطلع به إلى حضرة السلطان في كل يوم إلى أن بلغ الولد من العمر 15 عاما، ثم ضعف والده الوزير نور الدين فأحضره وقال له: يا ولدي، اعلم أن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء، أريد أن أوصيك وصايا، فافهم ما أقوله لك واصغي قلبك إليه. وصار يوصيه بحسن عشرة الناس وحسن التدبير. ثم إن نور الدين تذكر أخاه وأوطانه وبلاده، وبكى على فرقة الأحباب وساحت دموعه، وقال: يا ولدي، اسمع قولي، فإن لي أخا يسمى شمس الدين وهو عمك، ولكنه وزير بمصر، وقد فارقته وخرجت على غير رضاه، والقصد أنك تأخذ درجا من الورق وتكتب ما أمليه عليك. فأحضر قرطاسا وصار يكتب فيه كل ما قاله أبوه، فأملى عليه جميع ما جرى له من أوله إلى آخره، وكتب له تاريخ زواجه ودخوله على بنت الوزير، وتاريخ وصوله إلى البصرة واجتماعه بوزيرها، وكتب وصية موثقة وقال فيها: إني أوصيك بخمس وصايا: أولها ألا تعاشر أحدا، لا تسلم من شره، فإن السلامة في العزلة. والثانية: لا تجر على أحد يجر عليك الدهر، فالدهر يوم لك ويوم عليك. والثالثة: إلزم الصمت واشتغل بعيبك عن عيوب الناس، فقد قيل: من لزم الصمت نجا. أما الرابعة: إنني أحذرك من شرب الخمر، لأن الخمر رأس كل فتنة، فهي مذهبة للعقول. أما الخامسة: احفظ مالك ولا تفرط فيه، فتحتاج إلى أقل الناس. وما زال نور الدين يوصي ولده ويقول له: احفظ هذه الوصية، فإن ورقها فيه أصلك وحسبك ونسبك، فإن أصابك شيء من الأمور فاقصد مصر واستدل على عمك وسلم عليه واعلمه أني مت غريبا مشتاقا إليه. فأخذ حسن بدر الدين الرقعة وطواها ولف عليها خرقة مشمعة وخاطها بين البطانة والظهارة، وصار يبكي على أبيه من أجل فراقه وهو صغير. وما زال نور الدين يوصي ولده حسن بدر الدين حتى طلعت روحه، فأقام الحزن في بيته، وحزن عليه السلطان وجميع الأمراء ودفنوه. ولم يزال في حزن مدة شهرين، وولده لم يركب ولم يطلع الديوان ولم يقابل السلطان، وأقام مكانه بعض الحجاب، وولى السلطان وزيرا جديدا مكانه، وأمره أن يختم على أماكن نور الدين وعلى عماراته وعلى أملاكه. فنزل الوزير الجديد وأخذ الحجاب وتوجه إلى بيت الوزير نور الدين ليختموا عليه، ويقبضوا على ولده حسن بدر الدين، ويطلعوا به إلى السلطان ليعمل فيه ما يقتضي رأيه. وكان بين العسكر مملوك من مماليك الوزير نور الدين المتوفي، فلم يهن عليه ولد سيده، فذهب ذلك المملوك إلى حسن بدر الدين
فوجده منكسر الرأس حزين القلب على فراق والده، فأعلمه بما جرى فقال له: هل في الأمر مهلة حتى أدخل معي شيئا من الدنيا لأستعين به على الغربة؟ فقال له المملوك: أنج بنفسك. فلما سمع كلام المملوك غطى رأسه بذيله وخرج ماشيا إلى أن صار خارج المدينة. فسمع الناس يقولون إن السلطان أرسل الوزير الجديد إلى بيت وزيره المتوفي ليختم على ماله وأماكنه ويقبض على ولده حسن بدر الدين ويطلع به إليه فيقتله، وصارت الناس تتأسف على حسنه وجماله. فلما سمع كلام الناس خرج إلى غير مقصد ولم يعلم أين يذهب، ولم يزل سائرا إلى أن ساقته المقادير إلى تربة والده. فدخل المقبرة ومشى بين القبور إلى أن جلس عند قبر أبيه وأزال ذيله من فوق رأسه. وبينما هو جالس عند تربة أبيه إذ قدم عليه يهودي من البصرة وقال: يا سيدي، ما لي أراك متغيرا؟ فقال له: إني كنت نائما في هذه الساعة فرأيت أبي يعاتبني على عدم زيارة قبره، فقمت وأنا مرعوب وخفت أن يفوت النهار ولم أزر فيصعب علي الأمر. فقال له اليهودي: يا سيدي، إن أباك قد أرسل مراكب زرارة ومرادي أن أشتري منك وثيق كل مركب قدمت بألف دينار. ثم أخرج اليهودي كيسا ممتلئا من الذهب وعد منه ألف دينار ودفعه إلى حسن ابن الوزير. ثم قال اليهودي: اكتب لي ورقة واختمها. فأخذ حسن ابن الوزير ورقة وكتب فيها: كاتب هذه الورقة حسن بدر الدين ابن الوزير نور الدين، قد دفع لليهودي فلان جميع وثائق كل مراكب وردت من مراكب أبيه المسافرة بألف دينار وقبض الثمن على سبيل التعجيل. فأخذ اليهودي الورقة وصار حسن يبكي ويتذكر ما كان فيه من العز والإقبال. ثم دخل عليه الليل وأدركه النوم فنام عند قبر أبيه، ولم يزل نائما حتى طلع القمر، فتدحرجت رأسه عن القبر ونام على ظهره وصار وجهه يلمع في القمر. وكانت المقامر عامرة بالجن المؤمنين، فخرجت جنية فنظرت وجه حسن وهو نائم، فلما رأته تعجبت من حسنه وجماله، ثم طارت إلى الجو تطوف على عادتها، فرأت عفريتا طائرا فسلمت عليه وسلم عليها، فقالت له: من أين أقبلت؟ قال: من مصر. فقالت: هل لك أن تروح معي حتى تنظر إلى حسن هذا الشاب النائم في المقبرة؟ فقال لها: نعم. فصار حتى نزل في المقبرة، فقالت له: هل رأيت في عمرك مثل هذا؟ فنظر العفريت إليه وقال: سبحان الله، من لا شبيه له، ولكن يا أختي إن أردت أحدثك بما رأيت. فقالت له: حدثني. قال لها: إني رأيت مثل هذا الشاب في إقليم مصر وهي بنت الوزير، وقد علم بها الملك فخطبها من أبيها الوزير شمس الدين، فقال: يا مولانا السلطان، اقبل عذري وارحم عبرتي، فإنك تعرف أن أخي نور الدين خرج من البيت ولا نعلم أين هو، وكان شريكي في الوزارة، وسبب خروجي أني جلست أتحدث معه في شأن الزواج فغضب مني وخرج مغضبا. وحكى للملك جميع ما جرى بينهما وقال: كان ذلك سببا لغيده، وأنا حالف ألا أزوج ابنتي إلا لابن أخي من يوم ولدتها أمها، وذلك منذ نحو 18 سنة. ومن مدة قريبة سمعت أن أخي تزوج بنت سلطان البصرة وجاء منها بولد، وأنا لا أزوج ابنتي إلا له كرامة لأخي. ثم إني أرخت وقت زواجي وحمل زوجتي وولادة هذه البنت وهي باسم ابن عمها، والبنات كثيرات. فلما سمع السلطان كلام الوزير غضب غضبا شديدا وقال له: كيف يخطب مثلي من مثلك بنتا فتمنعها منه وتحتج بحجة باردة
وحياة رأسي لأزوجها إلا لأقل مني رغم أنفك. وقد كان عند السلطان سائس أحدب بحدبة من الأمام وحدبة من الوراء، فأمر السلطان بإحضاره وكتب كتابه على بنت الوزير بالقهر، وأمر أن يدخل بها في هذه الليلة ويعمل له زفافا، وقد تركه وهو بين مماليك السلطان وهم حوله في أيديهم الشموع موقدة يضحكون عليه ويسخرون منه على باب الحمام. واتفق الجني يكمل حكايته فقال: يا أختي، ما رأيت أقبح من هذا الأحدب، وأما الصبية فهي أحسن من هذا الشاب. فقالت له الجنية: إنك تكذب، فإن هذا الشاب أحسن أهل زمانه. فرد عليها العفريت وقال: والله يا أختي، إن الصبية أحسن من هذا، ولكن لا يصلح لها إلا هو، فإنهما مثل بعضهما، ولعلهما أخوان أو ولدا عم، فيا خسارتها مع هذا الأحدب. فقالت له: يا أخي، دعنا ندخل تحته ونحمله ونروح به إلى الصبية التي تقول عليها وننظر أيهما أحسن. فقال العفريت: سمعا وطاعة، هذا كلام صواب، وليس هناك أحسن من هذا الرأي، فأنا أحمله. ثم إنه حمله وطار به إلى الجو، وصارت العفريت في كل ركابه تحاديه إلى أن نزل به في مدينة مصر، وحطه على مصطبة ونبهه فاستيقظ من النوم، فلم يجد نفسه على قبر أبيه في أرض البصرة، والتفت يمينا وشمالا فلم يجد نفسه إلا في مدينة غير مدينة البصرة، فأراد أن يصيح فغمزه العفريت وأوقد له شمعة وقال له: أعلم أني قد جئت بك وأنا أريد أن أعمل معك شيئا لله، فخذ هذه الشمعة وامشي بها إلى ذلك الحمام واختلط بالناس، ولا تزل ماشيا معهم إلى قاعة العروسة، فاسبق وادخل القاعة وقف على يمين العريس الأحدب، وإذا ما جاءتك المواشط والمغنيات فحط يدك في جيبك تجده ممتلئا ذهبا، فاكبش وارمي لهم ولا تخش من شيء وتوكل على الذي خلقك، فما هذا بحولك وقوتك، بل بحول الله وقوته. فلما سمع حسن بدر الدين من العفريت هذا الكلام مشى وأوقد الشمعة وتوجه إلى الحمام، فوجد الأحدب راكبا الفرس، فدخل حسن بدر الدين بين الناس وهو على تلك الحالة مع الصورة الحسنة، وكان عليه الطربوش والعمامة والفرجية المنسوجة بالذهب، وما زال ماشيا في الزينة، وكلما وقفت المغنيات للناس ينقطوهن يضع يده في جيبه فيلقاه ممتلئا بالذهب، فيكبش ويرمي في الطار للمغنيات والمواشط فيملأ الطار دنانير، فاندهشت عقول المغنيات وتعجب الناس من حسنه وجماله. ولم يزل على هذا حتى وصلوا إلى بيت الوزير، ففرق الحجاب الناس ومنعوهم، فقالت المغنيات والمواشط: والله لا ندخل إلا إذا دخل هذا الشاب معنا، لأنه غمرنا بإحسانه، ولا نجلي العروس إلا وهو حاضر. فعند ذلك دخلوا به إلى قاعة الفرح وأجلسوه برغم أنف العريس الأحدب، واصطفت جميع نساء الأمراء والوزراء والحجاب صفين، وكل امرأة معها شمعة كبيرة موقدة مضيئة، وكلهن ملثمات، وصرن صفوفا يمينا وشمالا من تحت المنصة إلى صدر الليوان الذي عند المجلس الذي تخرج منه العروس. فلما نظر النساء إلى حسن بدر الدين وما هو فيه من الرقة والجمال ووجهه يضيء كأنه هلال، مالت جميع النساء إليه. فقالت المغنيات للنساء الحاضرات: اعلم أن هذا المليح ما نقتنا إلا بالذهب الأحمر، فلا تقصرن في خدمته وأطعنه فيما يقول. فازدحمت النساء عليه بالشمع ونظرن إلى جماله، فانبهرت عقولهن من حسنه، وصارت كل واحدة منهن تود أن تكون في حضنه سنة كاملة أو شهرا أو ساعة. ورفعن ما كان على وجوههن من النقاب
وتحيرت منهن الألباب. وقلن هنيئا لمن كان هذا الشاب له أو عليه، ثم دعونا على ذلك السائس الأحدب ومن كان سبا في زواجي بهذه المليحة. وكلما دعونا لحسن بدر الدين دعونا على ذلك الأحذب. ثم إن المغنيات ضربن بالدفوف، وأقبلت المواشط وبنت الوزير بينهم، وقد طيبنها وعطرنها وألبسنها وزينا شعرها ونحرها بالحلي والحلل من لباس الملوك الأكاسرة. ومن جملة ما عليها ثوب منقوش بالذهب الأحمر، وفيه صور الوحوش والطيور وهو مسبول عليها، وفي عنقها عقد يساوي الألوف قد حوى كل فص من الجوهر. وصارت العروس كأنها البدر إذا أقمر في الليلة الرابعة عشر، ولما أقبلت كانت كأنها حورية، فسبحان من خلقها بهية. وأحدقت بها النساء فصرن كالنجوم وهي بينهم كالقمر، إذ انجلى عنه الغيم. وكان حسن بدر الدين البصري جالسا والناس ينظرون إليه، فحضرت العروس وأقبلت وتمايلت، فقام إليها السائس الأحدب ليقبلها، فأعرضت عنه وانقلبت حتى صارت أمام حسن ابن عمها. فضحك الناس لما رأوها مالت إلى ناحية حسن بدر الدين، وحط حسن يده في جيبه وكبش الذهب ورمى في طار المغنيات. ففرحنا وقلن كنا نشتهي أن تكون هذه العروس لك، فتبسم هذا كله والسائس الأحدب وحده كأنه قرد، وكلما أوقدوا له شمعا طفأت، فبهت وصار قاعدا في الظلام ينقط نفسه، وهؤلاء الناس محذقون به. أما العروسة فإنها رفعت كفيها إلى السماء وقالت اللهم اجعل هذا بعلي وارحمني من هذا السائس الأحدب. وصارت المواشط تشلي العروسة. فلما فرغوا من ذلك أذنوا للناس بالانصراف، فخرج جميع ما كان في الفرح من الناس والأولاد، ولم يبقى إلا حسن بدر الدين والسائس الأحدب. ثم إن المواشط أدخلن العروسة يكشفن ما عليها من الحلي والحلل ويهيئنها للعريس. فعند ذلك تقدم السائس الأحدب إلى حسن بدر الدين وقال يا سيدي آنستنا في هذه الليلة وغمرتنا بإحسانك، فلما لا تقوم تروح بيتك بلا مطرود؟ فقال بسم الله، ثم قام وخرج من الباب. فلقيه العفريت فقال له قف يا بدر الدين، فإذا خرج الأحدب إلى بيت الراحة فادخل أنت واجلس في المخدع، فإذا أقبلت العروسة فقل لها أنا زوجك والملك ما عمل تلك الحيلة إلا لأنه يخاف عليك من العين، وهذا الذي رأيته سائس من سياسنا. ثم أقبل عليها واكشف وجهها ولا تخش بأسا من أحد. وبينما كان بدر الدين يتحدث مع العفريت وإذا بالسائس دخل بيت الراحة وقعد على الكرسي، فطلع له العفريت من الحوض الذي فيه ماء في صورة فأر. قال الأحدب ما الذي جاء بك هنا؟ فكبر الفأر وصار كالقط، ثم كبر حتى صار كلبا. لما نظر السائس ذلك فزع وقال اخسأ يا مشؤوم. فكبر الكلب وانتفخ حتى صار جحشا ونهق وصرخ في وجهه. انزعج السائس وقال الحقوني يا أهل البيت. وإذا بالجحش قد كبر وصار قدر الجاموسة، وسد عليه المكان وتكلم بكلام ابن آدم وقال ويلك يا أحدب يا أنتن السياس، هل ضاقت عليك الأرض فلا تتزوج إلا بمعشوقتي؟ فسكت السائس فقال له رد الجواب وإلا أسكنتك التراب. فقال له والله ما لي ذنب إلا أنهم أغصبوني، وما عرفت أن لها عشاقا من الجواميس، ولكن أنا تائب إلى الله ثم إليك. قال له العفريت أقسم بالله إن خرجت من هذا الوقت من هذا الموضع أو تكلمت قبل أن تطلع الشمس لأقتلنك، فإذا طلعت الشمس فاخرج إلى حال سبيلك.
ولا تعد إلى هذا البيت أبدا. ثم إن العفريت قبض على السائس وقلب رأسه وجعل إلى أسفل وجعل رجليه إلى فوق وقال له: استمر هنا وأنا أحرسك إلى طلوع الشمس. وأما ما كان من قصة حسن بدر الدين البصري فإنه ترك الأحتب والعفريت يتخاصمان ودخل البيت وجلس في الداخل المخدع، وإذا بالعروس قد أقبلت ومعها عجوز، فوقفت العجوز على باب المخدع وقالت: يا أبا شهاب قم خذ عروستك وقد استودعتك الله. ثم ولت العجوز ودخلت العروس في صدر المخدع، وكان اسمها ست الحسن وقلبها مكسور، وقالت في قلبها: والله لا أمكنه من نفسي ولو طلعت روحي. لما دخلت إلى صدر المخدع رأت بدر الدين فقالت: يا حبيبي وإلى هذا الوقت وأنت قاعد؟ لقد قلت في نفسي لعلك أنت والسائس الأحدب مشتركان فيه. فقال حسن بدر الدين: وأي شيء أوصل السائس إليك؟ ومن أين له أن يكون شريك فيك؟ فقالت: ومن زوجي؟ أنت أم هو؟ قال حسن بدر الدين: يا سيدتي نحن ما عملنا هذا إلا سخرية به لنضحك عليه، فلما نظرت المواشط والمغنيات وأهلك حسنك البديع خافوا علينا من العين، فاكتراه أبوك بعشرة دنانير حتى يصرف عنا العين وقد راح. فلما سمعت ست الحسن من بدر الدين ذلك الكلام فرحت وتبسمت وضحكت ضحكا لطيفا وقالت: والله لقد أطفأت ناري، فبالله خذني عندك وضمني إلى حضنك. فقام وحل كيس الذهب الذي كان قد أخذه من اليهودي ووضع فيه 1000 دينار ولفه في سرواله وحطه بجانبه، وخلع عمامته وبقي بالقميص الرفيع، وكان القميص مطرزا بالذهب، وعانقها وتملى بشبابها، ولم يزال على هذه الحالة حتى ناما. هذا ما كان من أمر حسن بدر الدين وست الحسن بنت عمه. وأما ما كان من أمر العفريت فإنه قال للعفريتة: قومي وادخلي تحت الشاب ودعينا نعيده إلى مكانه لئلا يدركنا الصباح، فإن الوقت قريب. فعند ذلك تقدمت العفريتة ودخلت تحت ذيله وهو نائم وأخذته وطارت به وهو على حاله بالقميص بلا لباس، وما زالت العفريتة طائرة به والعفريت يحاذيها، فأذن الله للملائكة أن ترمي العفريتة بشهاب من نار فاحترق، وسلمت العفريتة فأنزلت بدر الدين في موضع ما أحرق الشهاب العفريت ولم تتجاوزه به خوفا عليه، وكان بالأمر المقدر ذلك الموضع في دمشق الشام، فوضعته العفريت على باب من أبوابها وطارت. فلما طلع النهار فتحت أبواب المدينة وخرج الناس فنظروا شابا مليحا بالقميص والطاقية بلا عمامة ولا لباس، وهو مما قاس من السهر غرقان في النوم، فلما رآه الناس قالوا: يا بخت من كان عندها هذه الليلة، ولا ليته صبر حتى لبس حوائجه. وقال الآخر: مساكين أولاد الناس، لعله يكون في هذه الساعة قد خرج من المسكرة، فقوي عليه السكر، فتاه عن المكان الذي كان يقصده حتى وصل إلى باب المدينة فوجده مغلقا فنام. وقد خاض الناس فيه بالكلام وهم يتعجبون، فانتبه حسن بدر الدين فوجد نفسه على باب مدينة وعليها ناس، فتعجب وقال: أين أنا يا جماعة الخير؟ وما سبب اجتماعكم علي؟ فقالوا: نحن رأيناك عند آذان الصبح ملقى على هذا الباب نائما، ولا نعلم من أمرك غير هذا، فأين كنت نائما في هذه الليلة؟ فقال حسن بدر الدين: والله يا جماعة إني كنت نائما هذه الليلة في مصر. فقال بعضهم: أأنت مجنون؟ وكيف تكون بايتا في مصر وتصبح نائما في مدينة دمشق؟ فقال لهم: والله يا جماعة الخير لم أكذب عليكم أبدا، وأنا كنت البارحة بالليل في ديار مصر، وقبل البارحة كنت بالبصرة. فقال واحد: هذا شيء عجيب.
وقال الآخر: هذا شاب مجنون. وتحدث الناس مع بعضهم وقالوا: يا خسارة شبابه، والله ما في جنونه خلاف. ثم إنهم قالوا له: ارجع لعقلك. فقال حسن بدر الدين: كنت البارحة عريسا في ديار مصر. فقالوا: لعلك حلمت ورأيت هذا الذي تقوله في المنام. فتحير حسن في نفسه وقال لهم: والله ما هذا منام، وأين السائس الأحدب الذي كان قاعدا عندنا، والكيس الذهب الذي كان معي، وأين ثيابي ولباسي؟ ثم قام ودخل المدينة ومشى في شوارعها وأسواقها، فازدحم الناس عليه وزفوه، ودخل دكان طباخ. كان ذلك الطباخ رجلا مسرفا، فتاب الله عليه من الحرام وفتح له دكان طباخ. وكان أهل دمشق كلهم يخافون منه بسبب شدة بؤسه، فلما نظر الناس إلى الشاب وقد دخل دكان الطباخ افترقوا وخافوا منه. فلما نظر الطباخ إلى حسن بدر الدين وشاهد حسنه وجماله وقعت في قلبه محبته. قال له: من أين أنت يا فتى؟ واحكي لي حكايتك، فإنك صرت عندي أعز من روحي. فحكى له ما جرى. فقال له الطباخ: يا سيدي بدر الدين، اعلم أن هذا أمر عجيب وحديث غريب، ولكن يا ولدي أكتم ما معك حتى يفرج الله ما بك، وقعد عندي في هذا المكان، وأنا مالي ولد فاتخذك ولدي. فقال له بدر الدين: الأمر كما تريد يا عم. فعند ذلك نزل الطباخ إلى السوق واشترى لبدر الدين أقمشة مفتخرة وألبسه إياها، وتوجه به إلى القاضي وأشهد على نفسه أنه ولده. واشتهر حسن بدر الدين في مدينة دمشق أنه ولد الطباخ، وقعد عنده يقبض الدراهم، واستقر أمره على هذه الحالة. وهكذا يا مولاي، قد أدركني الصباح ولم يعد وقتا للكلام، وغدا إن شاء الله يكون للحديث بقية.